خيرا من نشر هذه الرسالة، وجعلها في ميزان حسناته، وغفر ذنبه، وشرح صدره، وأسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي، هذه وصفة نبوية من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم بكل مرض. يقول عثمان بن أبي العاص أحد الصحابة: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا أجده في جسدي، فقال لي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي. أحبتي، قال لي بعض الأطباء هذه الوصفة عرضت لبعض المرضى وتشافوا بإذن الله. بعض المشايخ والرقاه والدعاة والعلماء كلمونا، قال: والله جربناها في أنفسنا وفي أهلنا، لأنه منطق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. قلها على رأس المريض، خاصة من عندهم أطفال، عندهم توحد، عندهم إعاقة، عندهم أمراض مزمنة ونحو ذلك. وصفها كذا: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر، سبع مرات، تقبل الله منا ومنكم. انشروها، لا تقف الرسالة، مررها لتكون في ميزان حسناتك.